خالد سعيد. رسالة توجهها للرئيس مرسي في ظل الأحداث الحالية، وكمان رسالة لجبهة الإنقاذ. الرئيس مرسي هقول له استخدم القانون ولا تتعدى القانون، بس ولا تفرط في استخدام القانون، ولأن مسؤوليتك عننا تحتم عليك أن أنت تحمينا وتشغل جهاز الشرطة وتشغل الأجهزة الأمنية، صح، وتبدأ في تصحيح مسار الإداري في الدولة بقدر المستطاع، حتى يعني حتى يشعر المواطن بان ان ان الرشوه انتهت، وان تعطيل مصالحه بقى خلاص بقى ماضي. اسمع لخصومك اكتر ما تسمع لمؤيدينك، واصبر على اللي بيحصل، لكن مش معناه ان انت ما تلحش في طلب الحوار، وانا ارفض ان انت تقبل حوار مشروط، انا ارفض كل الرفض ان انت تقبل حوار مشروط. اقعد نقعد على الترابيزه، وكل ما يعني له بشيء يقوله، ما قبلوش فطبق القانون وطبق الدستور، وانت عند انت دوله، والدوله لازم يبقى لها هيبه، فارجو ما تفرطش في الدوله. ده بالنسبة للدكتور موسى. بالنسبة لجبهة الإنقاذ بقول لهم أليس فيكم رجل رشيد؟ تعقلوا، اقعدوا على ترابيزة المفاوضات، والمفاوضات هتبقى علنية، واحنا مستعدين نشهد جميعا. مش عاوزين نتحجج بحجج، احنا لو ضغطنا بدبلوماسية أو ضغطنا سياسيا على حزب الحرية والعدالة وعلى النظام الحاكم في الأشياء المعقولة، الأشياء المنطقية، يعني مش المفروض تتصعب، مش هيقدروا يرفضوا، ومش هيقدروا يقولوا لأ. وهخص بالذكر حزب النور، راجعوا نفسكم. شكرا. أقول لحزب النور راجعوا أنفسكم، مش هقول أكتر من كده، وهم يعرفوا، بعضهم يعرفني ويعرف كلامي ده صح في صالحهم. لأن في مثل في البلد عندنا، اللي يتغدى بأخوك يتعشى بيك. شكرا دكتور.